Bereit aus? Ja. Bereit zum Holen? Okay, ja, jetzt ist ein Charles. Tick, tick, dann. Ja. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. We welcome the عباد الرحمن قدر الجماع to the Taro Valley Masjid ان شاء الله تعالى. We are here to make ذكر الله لله تعالى and with the adhkar and with the barakah of the jamaah, Allah ta'ala must place noor in the village, inshallah. In the Taro Valley, Allah ta'ala, and the surrounding areas, Allah ta'ala place noor in this place, inshallah. Yeah. Assalamu alaikum, brothers and sisters. This is shukran for the du'a of the Prophet, inshallah. This is the other day, the Prophet, inshallah. أنا بيرفعن برسول صلى الله عليه وسلم بقص في الشياء ونيتوزي بيرفعن وعجل ميرا سيبن إن شاء الله أنا فرغون نبور آمين يا إن شاء الله it's great of the ذكر تماع إن شاء الله if you think about it just think about one thing this ذكر was arranged a year ago أنا سيبن This is of course a miracle of the Palestinians of the Caravan of the Caravan of the Caravan of the Caravan of أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الرحمن الرحيم الذي لا الله هو الحي القيوم نتوب إليه ونسألك توبة ومغفرة إنه هو التواب الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتحة من دعاء الله تعالى العرفة جرو سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم آمين وأصحابه وذريات أهل بيت كرام الفاتحة العرفة جرو سيدنا وعطاء
Yeah.
ويغفر لمن يشاء
البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. Allah Allah
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبات إن شاء الله تعالى. من الآمنين آمين برحمة الله وكرمه. جزا الله عنا معراج اليقين صاحب سورة والنجم إذا هوى محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والتابعين والتابع التابعين رضوان الله تعالى عليهم الفاتحة. وإلى جناب حضرة سيدنا أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله. إلى جناب حضرة سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إلى جناب حضرة سيدنا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. إلى جناب حضرة سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كرم الله وجهه الفاتحة. وإلى جناب حضرة الإمام الهمام الإمام المعظم الإمام الحسن الرضا وإلى جناب الإمام الهمام الإمام المعظم الإمام الحسين الشهيد في أرض كربلاء رضي الله عنهما الفاتحة. وإلى جناب حضرات الستة الباقين من العشرة المبشرين وإلى حضرات جميع الصحابة من الأنصار والمهاجرين الأخيار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الفاتحة. وإلى جناب حضرات الأئمة الأربعة المهتدين الإمام الأعظم نعمان بن ثابت والإمام محمد بن إدريس والإمام مالك بن أنس
والإمام أحمد بن حنبل رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الفاتحة. وإلى جناب حضرة سيد الإمام زين العابدين رضي الله حضرة سيد الإمام محمد الباقر رضي الله عنه إلى جناب حضرة سيد الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه إلى جناب حضرة سيد الإمام موسى الكاظم رضي الله عنه إلى جناب حضرة سيد الإمام علي ابن موسى الرضا رضي الله عنه إلى حضرة الشيخ المعروف الكرخي رحمة الله عليه وإلى حضرة الشيخ السري السقطي رحمة الله عليه وإلى حضرة سيد الطائفة الصوفية الخواجة جنيد البغدادي رحمة الله عليه وإلى حضرة الشيخ عبد الله الشبلي رحمة الله عليه وإلى حضرة الشيخ أبي الفضل عبد الواحد اليمني رحمة الله عليه وإلى حضرة الشيخ يوسف الطرطوسي رحمة الله عليه وإلى حضرة الشيخ أبي الحسن القرشي الحنكاري رحمة الله عليه وإلى حضرة الشيخ أبي سعيد بن علي المبارك المخدومي رحمة الله عليه وإلى حضرة الشيخ سراج الدين الخواصي رحمة الله عليه وإلى حضرة الشيخ أبي صالح موسى الخندكوسي رحمة الله عليه ورضي الله عنهم أجمعين. الفاتحة. وإلى حضرة سيد غوث الملكوت القطب الصمداني شفيع الرباني المحبوب السبحاني إمام العشاق والعرفاء قطب الأرض والسماء رئيس المحبوبين سيد المعشوقين فخر الصالحين سيد السادات سيد محي الدين أبي محمد عبد القادر الحسن الحسيني الجعفر الحنبل الجيلاني رضي الله عنه والله الفاتحة. وإلى حضرة الشيخ الجن والإنس السيد مشهور في البلدان سيد أحمد الكبير الزفاعي قدس الله روحه واشفعنا ببركاته وإلى حضرة قطب الأقطاب سيد عبد الرزاق القادري رحمة الله عليه وإلى حضرة قطب الأقطاب سيد عبد الوهاب رحمة الله عليه وإلى حضرة الشيخ بدر الدين الطبقاني رحمة الله عليه وإلى حضرة الشيخ شهاب الدين سهروردي رحمة الله عليه وإلى حضرة السيد أبي صالح نصر القادري رحمة الله عليه وإلى حضرة السيد أبي نصر القادري رحمة الله عليه وإلى حضرة السيد محمد صنوي القادري رحمة الله عليه وإلى حضرة السيد الحسن القادري رحمة الله عليه وإلى حضرة السيد محمد القادري رحمة الله عليه وإلى حضرة السيد علي القادري رحمة الله عليه وإلى حضرة السيد موسى القادري رحمة الله عليه وإلى حضرة السيد أحمد الحلوي القادري رحمة الله عليه وإلى حضرة الشيخ بهاء الدين الأنصاري القادري رحمة الله عليه وإلى حضرة الشيخ محمد الشريف القادري
القادري رحمة الله عليه وإلى حضرة الشيخ إسحاق القادري رحمة الله عليه وإلى حضرة الشيخ شمس الدين القادري رحمة الله عليه وإلى حضرة الشيخ صلاح بن جمعة القادري رحمة الله عليه وإلى حضرة ميران السيد إسماعيل البخاري القادري رحمة الله عليه وإلى حضرة السيد عبد الرحمن البخاري القادري رحمة الله عليه وعليهم وغفر الله ذنوبهم أجمعين الفاتحة. وإلى أرواح جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم صغيرهم وكبيرهم ذكورهم وإناثهم غفر الله لنا ولهم أجمعين ودفع بلاءنا وبلاءهم ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة جميع الأنبياء والمرسلين وببركة سلطان الأولياء وهؤلاء المشهورين ثم نختم بها إلى حضرة النبي سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين اللهم صل وسلم وبارك. السلام عليك يا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه. الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا رسول رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله تعالى اللهم صل وسلم وبارك على صلاة عليك Allah
أجمعين. رضي الله عنهم الصلاة عليك السلام عليك Yeah.
إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن Thank you.
الله على النبي سلام الله. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الله 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 الله
تتخذ ولدا. الله الله you.
من ذنب عظيم ما يغفر ذنبا عظيم إلا العظيم يا تواب تب علينا وارحمنا وسلام
Oh.
No.
Oh.
Yeah.
الله بصير بالعباد أفوض أمري إلى الله والسلام على رسول كريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيئا لله يا خاتم النبيين، شيئا لله يا من أرسل الله تعالى رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنا وعن كل أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين بسيدنا محي الدين أبي محمد عبد الحنبلي الجيلي القطب الرباني الغوث الصمداني المحبوب السبحاني النور الرحماني. أغثنا وامددنا في قضاء حاجاتنا يا قاضي الحاجات ويا كاشف المهمات ويا مجيب الدعوات. اقض حاجة عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sadiq Matthews, Darawi Samson, 85 years young, Tasneem Wali, Mariam Jaffi, Leslie Fredericks, Rayan Sali, Murida Adams, Haji Dalal Thibas, Haji Dawan Kasim, Zuleha Kasim, Haji Karim Khabir, 90 years young, mashallah, Madiniya Maxwell, 50 years, Elias Adams, Majida Khan, Haji Isa Hartley, Zuleha Hendricks, Zakira Ajam, Haji Ibrahim Salman Muhammad Yunus Kipi, 2 years old. We ask of the ground all the khair and barakah. We will be making dua for the deceased, inshallah. Haji Munira Kasim, 7 days. Haji Latifa Nasruddin, 7 days. Haji Yaqub Hayya, 40 days. Rida Hanif, Haji Fadi Aslaman, Nabil Hanif, Haji Sulaiman Khan, 40 days. Haji Waradiyah Hendricks, Haji Hussein Bay, 40 days. Haji Jainab Jensen, 23 years. Haji Ahmed Qasdar, 21 years. Muhammad Sali Isaacs, Qasim Isaacs, Amin Ali, Jainab Dalwai, Ali Akid, Haji Abu Bakr Taib today, Haji Gulam Inus, 40 days, Haji Toya Peterson, Haji Hajira Inus, Haji Rugaya Abrams, 7 days, Hafid Umar Majid, and Hafid Tawfiq Cummings, and Haji Maryam Mani. We ask Allah to grant him a high place in general. We will be making dua for the sick, inshallah. Haji Hanif David, Haji Abu Satar Reynes, Haji Shu'aib Musa, Haji Rizwan Ahmed, Karim Ramjan, Karima Ramjan, Haji Fatima Ahmed, Karima Kasim, Haji Fatima Ahmed Senior, Mawadda Kasim, Mu'mina Basra, Mansur Kasim, Haji Najma Daniels, Muhammad Mu'ath Kipi, Duriya Reynes,
عائشة بروجي رافق إسماعيل نجموني سمويلين نازيمة سالي هاجي محمد حنيفش نازرين سالي هاجي حليمة فيش رميز كيد هاجي عزيزة تشبنريل محمد دين كيد هاجي زليحة موس يوسف فريدريكس هاجي كولام جافر هاجي سانشي ويليامز مولانا محمد كولام صوفي إمام حسين موس شامل بنجامين إمام آدم فلاندر نياز جورج دكتور عمر بي شيخ يحيى سفال هاجي وسيلة فيش هاجي صديق كلام هاجي بهية درمت هاجي وهاب رمجان هاجي زرينا رمجان هاجي نور حلفان هاجي ميمونة دامون محمد ميا هاجي محمد آمين إبرامز هاجي يوسف موس هاجي كريمة سالي صديق حميد بوتا إبراهيم نصبه بوتا أسلم فنسكيف بوتا حالي هندريكس بوتا سليم هندريكس بوتا عبد الرحمن إبرامز أنتي أي سماني أنتي زريحة كاجي أدا هندريكس فاتمة سلام دين نزيرة محمد ياسمين أحمد حديجة آيزيكس فرنا كمالدين نعيمة آلي ألوية سالي فوزية صندي أيسا دطويد أيشا هارون وداد فانقاكة فاتمة كريم أيسا ديفت أسمى ديفت جميلة سايمونز فاتمة بسلين أمير محمد أسمى ماني رقية ياسمين سالي فوزية ماني نزير صندي شاكير مصطفى يوسف بتيال هجي شيح عبدالعزيز براون بوتا أحمد هندريكس فوزي ديفيد ياسمين عبد الرزاق مصطفى كريم لوتي آيزيكس إلهام تايتس دكتور آمين شتا لطيفة سالي خيرية فكير توحيدة معلول وأصل الدكتورين فوضى خير البركة إن شاء الله ببنى الدعاء for the wedding anniversaries for أنساب and فارقين وأصل الدكتورين everything of the best إن شاء الله we've been requested from the two families of the seven days. The first is the family of Haji Latifa Nasreddin. We wish to express our sincere thanks and appreciation to the Ibadah Rahman and Jamaah for the du'as and support in the burial proceedings of our beloved mother. May Allah subhanahu wa ta'ala reward each one abundantly and grant the Jamaah to grow and stand firm, inshallah. And from the Qasim family, we'd like to express our profound gratitude and appreciation for everyone's du'as, words of guidance and support during our time of sorrow and sadness. The demise of Haji Munira Qasim came as a shock to all. We pray Allah grant her and all deceased Jannah and Firdaus. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. الله وملائكته يصلون على النبي يا محمد وأصحابه وبارك وسلم إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ودخلي في عبادي ودخلي جنتي فلك دعوة قم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها Turkom, Faro Valley. And of course, next Saturday we are Majid al Khair, Yalta Frieda Road, and Yalta Frieda, Mitchell's Plain. Majid al Khair, Yalta Frieda, Mitchell's Plain. Shukran, we are happy now, our Sheikh Asif Nabil, to speak to us for 15 minutes. Shukran. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala Ashraf Mursaleen.
سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The first is appropriate for me to send behalf of the Imam of the Masjid and my exco and the Musalli of the Masjid that we indeed very grateful for Jama'a always rendering a beautiful dhikr in our Masjid under the leadership of Sheikh Ahmad Amun Salih Allah bless our honorable Sheikh and Imam. And the Jama'a for bringing, coming to our community, illuminating the community with a beautiful vision, recital of salawat and beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi Jama'a, if Allah subhanahu wa ta'ala decreed, and all of us, especially the seniors sitting on the chairs, if Allah decreed the loss of a family member, whether it's a father, whether it's a mother, whether it's sons and daughters, wife and husband, then automatically, the meaning of dhikr changed for us. It's no more just merely a dhikr that you're coming. But we're sitting in this audience and we know that the mother or the father or the son, that Allah decreed the end of time, that they cannot do good deeds. And the reason that we can go Jama'at by sitting here and donating this a'mal, the best of a'mal recorded by Abdullah Rasulullah, the Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala will grant the highest of ranking for those that sisters, brothers making dhikr for Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the least that we can do, where we convey our dhikr on the souls. Abu Muhammad described the condition, and tomorrow will be icon our condition, al-mayyitu kal-dariq. A person that Allah decreed to pass on is like a drowning person. The person that drowns, he shouts and he calls, is there nobody that can assist me? So nobody of my friends that can perhaps make a dhikr of my soul. So nobody of my family that can perhaps recite the salawat and donate it on the souls that passed on. Imam al-Hassan al-Basri has mentioned in the kitab of Imam Ghazali rahmatullahi alayhi that in his community was a lady, and the lady's daughter passed away. And obviously, losing a child is not easy, it's very difficult, very challenging. What makes it worse, Jama'a, that if you know and dreamt about your son or daughter wearing the clothing of the people of Jannah. So the mother was like very disturbed, seeing her daughter not in the Jannah, but seeing her daughter being punished in the fire of Jannah. And she was so disappointed and she was so sad, because there are certain signs that Allah gives us in this dunya to create some form of consolement and guarantee, inshallah, the grant of family Jannah. Amongst the signs is we have a beautiful dream. Amongst the signs is if our family passed away on the day of Jum'ah. Amongst the signs if somebody passed away whilst making the dhikr. That's all good signs. So she was very sad to see her daughter in such a state. And she went to Imam Hassan al-Basri and to ask him and to inquire, Imam, what can I do? And the honorable Imam gave advice, and mashallah, she went. And then alhamdulillah, taking the advice of the Imam, increasing the dhikr and ibadah, and then she noticed the following day that seeing her daughter in her dream in the Jannah. Jama'at must understand the closest that a person gets to the amwat is in our dreams. So whatever we do of good, it has an effect on our parents that passed on. My particular sahabi, his father passed away in a battle, and so he dreamt about his daddy. And his father was distant from the people of the Shuhada. And asked his daddy, why is it that you're not sitting close to the people of Jannah? So he said, the father said, because of your activity, what you have done in this dunya has an effect on me. So we have to be very careful. Rasulullah said in the hadith, ittaqu, be conscious of Allah pertaining to the a'mal that you do in this dunya, because it has an effect on the souls of our parents and our mothers and fathers. So we be very, very conscious when it comes to me. So now, and now this time, the mother seeing her daughter wearing the clothing of Jannah. And she was extremely happy. Asked, MashaAllah, what happened yesterday that I saw in a fire of Jahannam, today I see you wearing the clothing of the people of Jannah. So then she replied by saying, Mommy, there was a group of people at the honorable Saul. And this uncle that he walked past the graveyard. And this brother, he donated the salawat. And so Allah had donated salawat of the Rasulullah on all the souls that have passed on. And there were 500 people distant from the soul for punishment. And Allah averted the punishment because of the salawat of the Rasulullah. And Allah subhanahu wa ta'ala granted him Jannah. So salawat, Jama'at, it is a ibadah
that Allah employed two malaika. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, Allah speaks about lahum mu'aqibat. Imam al-Tabari is one of the great mufassirun that gives tafsir of this verse. He says this verse means that Allah appointed on each and every person a certain amount of malaika. And the malaika's function is either to help us, sometimes we see a cause about to knock us, and we just see, alhamdulillah, or it's about something to happen to me, and we just find that I'm safe. So that's because of the protection of these malaika. But from these malaika, there are two malaika specifically employed by Allah, what they specific function. And the function of these two malaika is not to write down good deeds, not to protect us. These two malaika hang on our lips. And whenever we say salawat on Rasulullah, the malaika record, the malaika write down. These malaika, whenever we say salawat on Rasulullah, then the malaika make dua, Allahumma gfir wa Allah forgive those that say salawat on Rasulullah. So obviously any person making dua, then what's the response of Allah? You have to say, Ameen. So who say Ameen? Allah say Ameen, and the malaika say Ameen. So let us continue with our salawat on Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. One particular sahabi, Qutabi'i, he was a brother who was not in a community for, you know, he was not a pious person, and he passed away, and he was surprised to see him in the Jannah. And he asked him, what amal did you do to qualify for the Jannah? So he said, I was sitting in a gathering, like this gathering, and the name of Abdullah Rasulullah was mentioned, and he was excited because of his son Rasulullah. So he shouted, Sallallahu Alaihi Wasallam. Because he was shouting, Sallallahu Alaihi Wasallam, the audience in the Jama'ah also shouted, Sallallahu Alaihi Wasallam. And because of that act, Allah loved it so much, Allah forgave his sin and Allah brought it in Jannah. So I make dua that Allah subhanahu wa ta'ala accept our amal, and dua that we convey, Allah accepted that we convey all our dhikr and salawat and adhkar and our recital on all our family and friends and the likes of Ustaz Ridwan, his beloved wife, and my son, and all mashayikh and ulama, that Allah convey this dhikr on the souls. Allah grant him identity by this dhikr. Allah grant him status in the Jannah and ultimately the company of the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa rakta fi bilari wa rakta ta'ala wa rahmatullahi wa ta'ala. Shukran, Shaykh Nadir, barik Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.